بعد شهرين من الإضراب تعود مدارس مديرية الحوطة بمحافظة الحجل لمزاولة مسيرتها التعليمية، ما يعد فرحة غامرة للطلبة. يقابلها كابوس آخر للأهالي الذين بالكاد يستطيعون توفير لقمة العيش، فأغلب الأسر هنا تعاني أوضاعا اقتصادية سيئة للغاية تكاد تحرم الأبناء من الالتحاق بمقاعد الدراسة. أنا معي 6 أطفال، 4 ذكور و2 إناث، إلى الآن لم أستطع توفير لهم أبسط أشياء. مش أقدر أشتري، معي واحدة سجلتها مدرسة وما اشتريت الإشعال، ثانية ضباحة، يلا الحين لاقي اللقمة. الطالبات هن الحلقة الأضعف في هذه المعاناة، حيث أدى غلاء وارتفاع تكاليف شراء المستلزمات المدرسية إلى تأجيل أمنياتهن الشبيهة بأمنيات أبناء جيلهن، وخاصة في فترة العودة إلى المدرسة. لا أيوة، يعني سنة ثالثة لاحظت في سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة لحد الآن، يعني مش ناس مش يقدروا يواصلوا حياة المدرسة. أيوة، كان 70 طالبة تحضر في الصف، الآن نحن مننا شعبتين حوالي يمكن 40 طالبة ما بيجي، ونحن شعبتين. يعني الدفتر اللي أنا كنت أشتري من قبل ثاني ثانوي ب60، الآن أنا أشتري 200 ريال، يعني من فين نحن نجيب يعني؟ كل هذا دفع بمجموعة من الشباب تحت مسمى مبادرة جود، وبالشراكة مع الجمعية المواهب، إلى تبني مشروع توزيع الحقائب المدرسية مع ملحقاتها، حيث تهدف من خلالها إلى دعم المسيرة التعليمية وتخفيف أعباء المستلزمات الدراسية التي تشكل كلفة باهظة على كاهل الأسر. وحاولنا كمبادرة من مبادرة جود وأيضا جمعية المواهب باستهداف هذه الشريحة وإيجاد بعض الداعمين من أسرة المستهدفين. حاليا حوالي 60 طالبة، كنا نتمنى أن يكون العدد أكثر من كذا، ولا يستهدف فقط 3 مدارس وإنما على مستوى أوسع. طبعا قال استهداف المدارس للثلاث البنات، بقول البنات أشد احتياج، فهم يحتاجون زي مدرسي ومستلزمات وحقيبة بالإضافة للملابس والأشياء اللي تختلف عن العيال. طبعا يأتي توزيع الحقائب المدرسية على الطالبات في هذه الاحتفالية من أجل تشجيع عودة الفتيات للالتحاق بمقاعد الدراسة، إلى جانب المساهمة في النهوض بالعملية التعليمية ومساعدة السكان من مديرية الحوطة، بالإضافة إلى النازحين القادمين إلى محافظة الحج. مختار شعتل، لقناة بلقيس، محافظة الحج.